أمانة العاصمة أو أبو الكهرباء يجي يحفر بنفس المكان أيضا أنت بفلوس أيضا بفلوس زي. من الدولة. هو مو مهم هذه تخصيصات أمانة العاصمة، هاي تخصيصات الاتصالات، فلوس دولة، هذه فلوس مواطن، بدل ما تروح لخدمة المواطن احنا نروح بيها ناس تفلش شغل ناس. اجا قطع الكيبل ديورا لاين، هي انابيب برتقالية تشوفوها بالشارع نوبات، نخلي بداخلها الكيبل، انا دا احاول احميه واخلي شريط نايلون فوقه تحذيري بيني وبين الكيبل 30 سنتيم، يعني من يطلع لك التحذير اعرف جوا لو اكو كهرباء او اتصالات كلها ما تؤخذ بنظر الاعتبار. يجيب أمانة العاصمة، ما اعرف اذا اي تفضل تقدر تعرض صوره، هذا بوكلند، هذا جهاز املاق للحفر، ويجيني كتاب من الأمانة نفسها يقول لي احنا الحفر مالتنا كان ب 20 سنتيم. اسالك بالله، هذا 20 سنتيم؟ هذا جهاز لحفر 20 سنتيم؟ هذا امتهر، هذا المشروع هاي مبينه الانابيب مالتي. انا قلت لك اللي يقول لي يابا قطعنا وتعال شوف، هذا ممنون منه، لكن المشكله هسه هنا اشوفها بهاي الصوره. هذا حفر وخلص شغله وقطعها ودفن، قطعها ودفنها وبلط فوقها بعدين كلها بفلوس، وراح اجي اني مجبور لان هذا مشروع حتى اشغله راح اضطر ادفع فلوس مره ثالثه تفلش وافلش وارد اصلح، ويجي هو مره لخ يرجع يبلط. يعني بلط سببها شنو؟ بلط مرتين، كلمه واحده تحل هذه المشكله، كلمة التنسيق.